عايز تتعلم مهارات جديده، تعدي بيها ورخص او تجيب بيها كوبري او حتى تجيب بيها هدف، اعمل ايه؟ تابع لنا في الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في لايف جديد. معاكم عمر شلتوت من قناه النور فوتبول. عمر بنعمل فيديوهات تعليم مهارات كره قدم، كره شوارع وكباري، كره قدم استعراضيه او فري ستايل فوتبول. في اللايف دي ان شاء الله هنعرف يعني ايه اكر، مصطلح تقريبا ناس كتير سمعته بس مش عارفه معناه ايه. الاكا ممكن تكون على الارض او ممكن تكون في الهواء. هناخد مهاره الاكا على الارض ومهاره الاكا في الهواء. في اخر اللايف هيبقى في تحدي والكسبان هيطلع معانا اللايف الجاي ان شاء الله. وهرد على اسئلتكم سواء سالتونا على اليوتيوب او حتى على الفيس، هرد على الاسئله دي. لو عندك اي سؤال تقدر تسيبه دلوقتي في التعليقات وهرد عليك اخر اللايف. اسالوا نبدا اللايف، هات الكوره بتاعتك لو معاك كوره وجهت معايا عشان ان شاء الله تعلم المهارات في اللايف ده. اديني ثانية هعمل شير لللايف على الجروبات، وانت لو عندك حد مهتم اعمل له منشن في التعليقات، اعمل شير لللايف على الجروبات لو حاسس انه ممكن يفيد غيرك. يلا بينا، هات الكرة بتاعتك وانا هعمل شير. لو انت لسه اول مره تسمع اللايف لنا، عرفنا انت بتتابعنا منين. يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا الشرح، لو انت مش واثق من نفسك انك هتتعلم المهارات دي بكل سهوله، يبقى صدقني تقفل اللايف وما تكملش اللايف احسن، عشان انت كده بتضيع وقتك. قلت لك في اللايف اللي فات اول حاجه اللي هو الاخطاء اللي هي بتخليك ما تعملش اي مهاره جديده، عقليتك. لو انت ما عندكش العقليه انك هتتعلم مهاره جديده وما عندكش عقليه ان حد غيرك عمل مهاره يبقى انت تقدر تعملها، يبقى كده مش هتتعلم اي مهاره. قلت لك في اللايف برده انك تبدا بالمهارات السهله، ما تبداش بالحاجات الصعبه. يعني احنا لما نزلنا كنت نزل 6 مهارات للاكل، فالناس اختارت تقريبا معظم الناس اختارت اصعب المهارات. ان شاء الله اصعب المهارات دي هنعملها، بس انا في اللايف ده عايز ابدا لك بالمهارات السهله، والصعب هيجي مع التدريب. يعني تاني حاجه قلت لك جزء المهاره. المهاره مثلا 3 خطوات، ما تعملش 3 خطوات مع بعضها مره واحده. لو عملت 3 خطوات مع بعضها مره واحده مش هتقدر تعملها، ولو عملتها هتاخد منك وقت كتير. فالاحسن انك بتعمل خطوه خطوه، بمعنى انك مثلا عملت الخطوه الاولى في المهاره اتقنتها حلو قوي، دخلت على الخطوه الثانيه عملت الخطوه الثانيه لوحدها حلو قوي، فبتربط الخطوه الاولى بالثانيه. تمام. الخطوه الثالثه عملتها لوحدها اتقنتها حلو قوي، فبتربط الخطوه الثانيه بالخطوه الثالثه لحد ما تتقنهم برضه الاثنين مع بعض، وبعد كده بتعمل المهاره كلها، الخطوه الاولى مع الثانيه مع الثالثه. دي اللي ماشيين عليه في اي مهاره. رابع حاجه، الحاجه اللي مش هتخليك تتعلم المهاره انك مش عايز تدرب كتير على المهاره. يعني عايز المهاره تسمع اللايف او تسمع الفيديو وتعمل مهاره من اول مره. مفيش مهاره بتتعمل بسرعه، لازم تتدرب كتير وتعرف الاخطاء اللي بتقع فيها وتحدد الاخطاء عشان تتعلم المهاره. يلا بينا نبدا. اول حاجه الاكا معناها ايه؟ اكا معناها انك بغير اتجاه الكره بسرعه. بغير اتجاه الكره بسرعه ازاي؟ ممكن تكون الكره على الارض وممكن تكون في الهواء. بغير اتجاه مثلا هناخد حركه رونالدينيو، الحركه دي انت عارفها. دي اسمها اكل ايه؟ كرة بغير اتجاه الكرة بسرعة بالشكل ده، الكرة كانت رايحة كده فأنا جبتها كده. تاني بص أهو أهو، دي اسمها أكا أكا على الأرض. كان في أشكال تانية للأكا كتير، يعني ممكن تعمل دي مثلا أو سايد ستيب أوفر. ممكن تعمل دي ودي اللي هنتعلمها النهاردة إن شاء الله. تمام؟ ممكن الأكا ممكن تعملها مرتين بس، يعني تغير الكرة مرة واحدة. عملت كده ورجعت كده تاني. ممكن تصعبها على نفسك وتخليها 3 مرات. بص كده بالشكل ده. مد مثلا كده كده كده. دي اجا على 3 مرات. دي الاجا اللي على الارض. هنعلم النهارده
هي دي. تمام؟ الأكل على الهواء زي كده مثلا، اديك مثال، شوف الأكل أكل على الهواء. بص كده، لما رفعت الكرة كده، الكرة جت كده، وغيرت اتجاهها كده، ورجعتها تاني كده، وبعد كده شوف. تمام؟ دي الأكل على الهواء. في منها أشكال كتير جدا، في منها مثلا شكل ده. دي كده أكل على الهواء. في شكل تاني أقول لك برضه. دي برضه أكل. في اشكال صعبه وفي اشكال سهله. هنبدا النهارده بمهاره سهله اللي هي تقريبا دي ممكن تبقى اسهل ورقه حلوه النهارده ان شاء الله. تمام؟ المهاره ممكن تعدي بيها الملخص بالشكل ده. يعني مثلا ثواني اعتمد الملخص. ممكن استخدم المهاره بان اشوط الكوره مثلا. اهو شوط الكوره كده من جنب. ممكن تجيب بيها كوبري. يعني مثلا اهو اتم الكره دي كوبري، هتجيب كوبري كده. تمام؟ ممكن تعدي بقى الكراسي بالشكل ده. يعني الكره طلعت كده، عملتها كده، عديتها اديت بقى من فوق. لغايه كده عبد الرحيم. اهو اهو. تمام؟ هنتعلم بقى الاولى اللي هي الاجا اللي على الارض. دي هي دي. تمام؟ الخطوه الاولى هتبدا تحط رجلك على الكره بالشكل ده، هتوقف. تمام؟ الخطوة الثانية رجلك الضعيفة هتقدم لقدام بالشكل ده، ورجلك كده هتقدم عادي. الخطوة الأولى ثبتت الكرة بالشكل ده، بعد كده قدمت رجلك كده. تمام؟ تابع معايا. كده الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ورجلك قدام كده بجنب رجلك، اسحب الكرة كده على ورا. أهو بالشكل ده. أقرب لك أكتر. عملت كده أهو. تاني. أهو. ثبت الكورة، قدمت رجلي، عملت كده برجلي قوي، رجعتها لورا. المهم جدا هنا وانت بتعمل الكورة كده ما تعملهاش ببطء قوي ولا بسرعة. يعني مثلا هديك مثال لو عملتها بسرعة. بص كده مش هتلحق تلمها تاني. تعالى تعملها ببطء كده لحد شكلها هتعمل كده وتعدي من القسم. هي فكرة المهارة ايه؟ يعني ببساطة مثلا القسم كده. أنا لما عملت كده القسم راح معايا. رحت جاي مرجعها تاني. تمام؟ او كده كده انا عملت كده كده ومين كده ماشي والقسم هيروح كده ماشي. فالخطوه الثانيه اعملها ببطء في الاول. السرعه هتيجي مع الوقت. هتعملها كده عند البطء. تمام؟ وهتلحقها برجلك برضه قويه في الحته دي. بص كده انا عملتها كده بدي كده مشيتها لورا وهلحقها ورا كده. تاني هعمل كده اهو 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 تاني اهو اهو هتجري كده والخصم هيكون راح كده. اعملها تاني. تمام. دي هتستخدمها امتى؟ لما يكون خصمه واقف بالشكل ده. لو انت كده والخصم واقف قدامك بالشكل ده فترجعها واحد تاني مره كده اهو وتجري. تمام؟ ممكن تستخدمها في انك تجيب بقى كوبري. يعني هو الخصم واقف كان كده مثلا فانت حركت كده هو راح معايا، هيفتح رجله وهو بيروح، هيروح بالشكل ده، هيفتح رجله كده، هتعدي بيها كوبري، اهو، 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 هتجيب بيها كوبري وتعدي. مهارة حلوة جدا جدا بس هي تقريبا مش سهلة قوي تستخدمها في الملعب. فلو جربتها واستخدمتها كده في الملعب، نزلها تحت في التعليقات. تمام؟ النصيحة في المهارة دي وأنت بتعملها في الأول اعملها ببطء. يعني ما تحاولش تعملها بسرعة. أي مهارة تعملها في الأول ببطء، السرعة دي بتيجي مع الوقت. هوريك مثلا لو انا جربت اعملها بسرعه في الاول. بص كده عملت بسرعه. هتخبط بالرجلين. بص تاني. اعملها ببطء كده. تمام؟ وانت مع الوقت سرع، كل ما تسرع اكتر كل ما تبدع الخصم اكتر. في اي مهاره لو انت بتعمل مهاره ببطء الخصم مش هيتخدع قوي. عملتها بسرعه وحركت جسمك بسرعه قوي فالخصم هيتخدع بسهوله. تاني نصيحه ما تعملش المهاره كل ده وتضرب الخصم كده. كده هتبقى صعبه انك تاخد الكوره كده وترجعها كده تاني. حاول انت تعمل مهاره جسمك تبقى كده الحته اللي هتجري فيها مش كده كده غلط. خليك كده بحيث انك هتعمل كده وتبقى ترجع تجري كده. تمام؟ حد عنده سؤال في المهاره دي؟ اي سؤال في المهاره دي؟ لو حد عنده سؤال عرفني تحت. اي سؤال؟ لو عندك اي سؤال في المهاره دي عرفني وانا هرد عليك.
خش على مهارة تانية وهي مهارة الأكل على الأول اللي هي دي لحد ما تخليهاش تقف لايف. المهارة دي بص المهارة دي فعالة جدا جدا، معظم الناس الكبار بيستخدموها. لو أنت عارف حد اسمه وسيان بيستخدمها كتير جدا جدا في كرة الشوارع، ممكن تستخدمها في الملعب. هوريك كده واحدة واحدة. أول حاجة الكورة واقفة بالشكل ده ماشي، هتجيب رجليك وتقفل عليها كده. تاني الكورة واقفة بالشكل ده، هقدم عليها وهقدم فيك كده. حاجة مهمة هنا جدا، أنا بقفلها بين الأنكل هنا مش بين رجلي. بص مش بين رجلي، لا بين الأنكل أهو. أقفلها كده ليه؟ دي ليه؟ عشان أعرف أتحرك بيها، أعرف أنط، أعمل كده. دي سهلة، لو بين رجليك مش هتعرف تتحكم فيها. بص كده من البداية الموضوع هيبقى صعب. فأول حاجة اقفلها بالرجلين تمام؟ اقفل بالرجلين بالشكل ده. تاني خطوة هتسحب جسمك لفوق، تقريبا دي اصعب خطوه. فتنزل تحت بجسمك كده، بتطلع من ركبتك يعني. بص اعمل الكوره كده، بطلع كده وبعمل كده ماشي، بس على الجنب بقى يعني اهو. باخد كله برفع كله لركبتي هنا اهو، واشوف كده تاني اهو اهو تاني اهو، بطل تحت برفع جسمي كله فوق اهو اهو تمام. دي خطوه تانيه تعملها بالكوره بقى. بص انا هعملها اول من الخطوه الثالثه تمام. ثاني بص كده خدت ركبتي تمام. بعد ما عملت الخطوه الثانيه كده، اول خطوه اول خطوه عملت كده، بعد كده رفعت الكوره كده تمام. دي اصعب خطوه، فاتمرن عليها كتير جدا جدا لحد ما تظبط معايا. بس اهم حاجه انا قلت لك امسك الكوره من الانكل، لو ما تنتهاش من الانكل هنا مش هتعرف تعمل الحركه دي. امسكها من الانكل بالشكل ده، ترفع كده اهو، سيبها بقى. الخطوه الثالثه اللي هتشوف فيها الكوره، انت رفعت كده رفعت بكده صح؟ الكوره جايه كده جايه كده جايه كده، هتشوف كده. تاني هعملها كده اهو، رفعت حمل الكوره تمام. الكرة راح اهو تمام، عملها كلها مع بعضها بقى. بص كده تاني اهو، تاني من الناحية التانية اهو. المهارة دي ممكن تستخدمها في ايه؟ ممكن تستخدمها بسيطة جدا في انك تجيب بقى جول. انك تجيب بقى جول ازاي؟ هديك مثلا اوريك الشكل ده، الشكل بتاعها. بص كده شايف ده الكرة؟ يعني انت كتير فيها جول او انك تعدي من خلاص، بتعتمد على الضربه الاخيره في رجلك والكوره. يعني انا لما جيت اشوطها في الجول شطها بقوه جدا، ما ضربتش الكوره لتحت كده، بضرب الكوره لتحت بكون عندي منفصل كده. هجيبها في الجول يبقى لازم اشوط الكوره كده بوش رجلي. لو عارف الكوره اللي هي البول اللي هي بتشط على الهواء، اللي هي دي اللي هعملها فيها. هوريك تحت الجون تاني. عايز اجيبها جون اهو. واضح كده تاني؟ اهو. تطلع بقوه. هتشوط قوي. دي اجيبها جون في اي دوري، انا مجربها ورفعت معايا الحمد لله. لكن قبل ما نخلص بقى. انا مثلا بعد رفعت الكوره لازم تضربها على الارض عشان تحقق كده الناحيه الثانيه. فبص هتعملها بالراحه وما تشوطش الكوره قوي خالص، عشان تعرف تلحق الكوره بدل ما تعدي من الخصم. بص كده اهو اهو تاني اهو، روح خالص وهاتها الزاويه مايله. احنا ما قلتش في الجول، قلت لك اعمل كده. الجول بتشوطها بزاويه مستقيمه ماشي. لو انت هتعدي من الخصم بتجيبها بزاويه مايله، الخصم اهو بس عايز تعدي كده وتلحقها كده تمام. بص كده اهو، وتجري بقى تلحقها. مهارة حلوة جدا 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 وفعالة جدا جدا تمام. انت عايز تجيب بقى كوبري بقى، يعني لو خصم واقف هجيب كرسي تاني مثلا انا عايز اجيب بقى كوبري. انا قلت لك عدى هتشوط الكورة وتعدي الخصم، عايز اجيب بقى كوبري. طب ترفع الكورة ارتفاع بسيط، يعني بص الخطوة الأولى هي الخطوة الثانية، هترفع الكورة ارتفاع بسيط اهو اهو. تاني تظبط كده، انت لما ترفع الكرة كده هو الركاب الواحد هيفتح رجله
ماشي؟ عند اول ما الكوره ترفعها برجلك كده وهتشوطها، هو اساسا فتح رجله، فانت بترفع الكوره ارتفاع بسيط اهو اهو، تمام؟ دي كده انك بتكون في الخصم. المهاره لها اشكال كتير جدا. الحاجه اللي بتخليك تشوط الكوره كده استريت خط مستقيم انك واقف كده مكانك، اللي واقف مكانك كده اهو. الحاجه اللي بتخليها تميل بقى، ودي مهمه جدا جدا، ان بيميل جسمي وانا بلعب الكوره، جسمي بيعمل كده والكره بتجيلي كده. هقولها لك، ركز مع حركه جسم، الجسم مايل ازاي. بص كده، شفت جسمي؟ شفت الاولى؟ الاولى لما شفت ورا جسمي واقف اهو اهو. ثانية، وانا عايز اعدي من الخصم او اجيب كوبري، جسمي بقى مايل على الناحية اللي هي ضعيف، رجلي ضعيف اهو، تمام؟ نصيحتي تتعلم المهارة دي. لما تيجي تتعلم المهارة دي شوف عرضة أو حاجة يعني اللي هي مثلا فكها، ما تشوفش كورس زي كده بالحجم دي كبير. شوف حاجة عرضة مثلا إنك تتدرب عليها. وابدأ خطوة خطوة. وركز مع الخطوات. نصيحة مهمة جدا في الخطوة الثانية، ما تحاولش تعمل الكورة بسرعة. لو عملت الكورة بسرعة الكورة هتبعد منك ومش هتعرف تلحقها في الخطوة الثالثة. هوريك كده لو عملت الكورة بسرعة، بص كده. هبوظ المهارة خالص. هوريك تاني بسرعة. بص كده، انا هعمل خطوه ثانيه بسرعه وعايز بقى اجيب الكوره عاليه قوي. دي ليه؟ لان عملت الكوره بسرعه. واديك حاجه ثاني، لو رفعت الكوره بسرعه بطيئه، المره برضه مش هتعمل، مش هلحق اشوطها برجل قوي. بص كده، بط اهو اهو، شاطر. الحل الامثل انك تبط، ودي مش هتيجي من يوم وليله كده يعني، مثلا هي هتاخد وقت منك. فاتدرب على المهاره، ان شاء الله يعني ممكن تجيبها يومين ثلاثه على حسب كل واحد، بتختلف من كل واحد. اتدرب عليها كتير جدا. حضرتك الطبيعي بقى انك تتدرب متوسط اهو اهو. بس كده. لو عندك اي اسئله قول لي تحت وانا هرد عليك دلوقتي. حد قابلته اي مشاكل في المهارات؟ حسام نور الدين حمال، روعة يا كابتن، ربنا يكرمك يا نور. شريف الأهلاوي، والله أنا بستفاد من فيديوهاتك أوي، تسلم يا شريف، ربنا يخليك. محمد عادل، محمود علي، الله ينور يا دولة حبيبي يا محمد. علاء الطائي، كل التوفيق إن شاء الله، ربنا يكرمك علي. بالنسبة للأسئلة اللي سألت لنا، يعني كان في سؤال، هل في اختبارات في الأندية السنة دي؟ بنسبة كبيرة جدا جدا مفيش اختبارات السنة دي. فانت اهل نفسك، لو في اختبارات السنه الجايه ان شاء الله فانت اهل نفسك، اتدرب في البيت دلوقتي، عندك فرصه كبيره بما انك قاعد في البيت، تقدر تتدرب لياقه، تجري كل يوم، تعمل تمارين بحيث انك تبقى مؤهل للسنه الجايه ان شاء الله. سؤال تاني بيقول، الفرق بين كره القدم وكره الشوارع وكره القدم الاستعراضيه او فري ستايل فوتبول، وايه الفرق بين الجراوند موفز والاكا والبنا، وهل في بطولات في الوطن العربي او في مصر لكره الشوارع والكباري وكرة القدم الاستعراضية؟ دي إن شاء الله موضوع فيديو لوحده. هو الفرق ببساطة بين كرة القدم اللي هي في الملعب، كرة الشوارع بتبقى في الشارع وبتحتاج تحكم وكنترول عالي في الكورة، وطريقة الكباري فيها بتبقى طريقة مهارات، بتبقى لها طريقة معينة. فري ستايل فوتبول بتبقى حر، مهارات حرة، يعني أنت والكورة بس. في بطولات في الوطن العربي وفي بطولات في مصر، وهنتكلم عن كل حاجة إن شاء الله بالتفصيل. بطولات منها في ريد بول بس السنة دي اتعملت أونلاين. هنتكلم عن ده كله في فيديو تاني ان شاء الله. سؤال تاني، ايه الرقم القياسي بعد ما عملنا فيديو تنطيط الكوره؟ حد سال ايه الرقم القياسي لتنطيط الكوره؟ هو مفيش رقم محدد عشان يبقى اسمك بتنطط الكوره، بس هو اقل حاجه انك تنطط الكوره 100، تجيب 100 بالرجلين، ده اقل حاجه. والحاجه المثاليه انك تجيب 1000. مش القصه انك تجيب 100 او 1000، القصه انك تجيب تنطط الكوره وانت مرتاح، مش جايب 100 وانت خلاص بتتعب والكوره بتروح منك يمين وشمال. فلازم تجيب 100 مثلا اقل حاجه، وتجيبها بتحكم. ناس كتير مشكله قابلتها، الناس اللي كلمتني بعت لهم الفيديو، الاقي بعد يومين بيكلمني يقول لي مش عارف اعمل انطط الكوره. اولا المهاره بتاخد وقت، مفيش مهاره بتيجي ببساطه يوم وليله، مش معنى اتفرجت على الفيديو وخلاص يبقى تعمل مهاره بعدها على طول. الفيديو انا بفهمك كل حاجه، بشرح لك الخطوات، بس هي اي مهاره بتاخد وقت. التنطيط اقل حاجه عشان تلاقي تحسن ملحوظ مش اقل من اسبوع، اسبوعين هتتحسن اكتر، ثلاث اسابيع شهر. المهم في التدريب انك تستمر.
استمر كل يوم كل يوم وما تيأسش. يوم جبت 50 يوم قلت 45 عادي، المهم استمر وهتوصل ان شاء الله. الفيديو الجاي ممكن بقى يعني احنا خدنا التنطيط وانت واقف، ممكن نعمل التنطيط وانت تتحرك، يبقى في تحكم عليه في الكوره. ممكن مثلا نعمل تنطيط كوره على الركبه او الفخذ، فانت شوف يعني انت عايز الفيديو الجاي عرضني تحت في التعليقات تمام. وحاجه تاني، اتمرن على المهارات دي كتير جدا، وصور نفسك وانت بتعمل المهاره دي ونزل المهاره دي على الجروب بتاعنا، والناس هتشوف حلوه ولا وحشه، كنوع من تصحيح الاخطاء والتشجيع. نشجع بعض، وانت هتشجع صاحبك ده يشجعك، كنوع من التشجيع. هسيب لك لينك الجروب في اول تعليق، والتحدي النهارده انك تعمل المهاره دي في الملعب، مهاره الاقا الثانيه اللي هي في الهواء. لو عرفت تعمل المهاره دي في الملعب ونزلتها على الجروب، واحنا هنختار احسن واحد عملها، واحسن واحد عملها هيبقى ان شاء الله معانا اللايف الجاي. فاعمل المهاره دي وصور فيديو انت بتعملها ونزله على الجروب بتاعنا برضه. بس كده، فاتمنى يكون لايف عجبكم، وقول لايف الجاي عايز ايه بالظبط؟ عايز مهارات ولا عايز نصائح؟ قول لايف الجاي وعايز يبقى امتى؟ ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبه لنا وهرد عليك في اللايف الجاي ان شاء الله. اشوفكم اللايف الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيس.